اهلا بكم يا شباب في درس جديد من دروس برنامج ادوبي بريمير برو سي سي. النهارده هتكلم معاكم عن حاجات مهمه جدا في البريمير وهي التولز اللي موجوده عندي في الجنب هنا، وده طبعا حسب الورك سبيس اللي انا عاملها، ممكن الناس تكون حاطاها في مكان تاني، ولكن الورك سبيس اللي انا عاملها حاطط عندي الادوات هنا في الجنب الشمال، والادوات دي مهمه جدا 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 وبتسهل عليا كتير جدا في شغلي، وكتير مننا بيجهلها او كتير مننا بيستخدم اداه واحده او اتنين منهم من غير ما يعرف باقي الادوات دي بتعمل ايه، ولكن الادوات كلها عندي مهمة وليها استخداماتها في وقتها المناسب. عندي كل الناس تعرف انه الأداة الأولانية اللي هي السيليكشن تول دي بعمل بيها حاجات كتيرة جدا، يعني لو انا دايس على السيليكشن تول كده بقدر اخد مقطع الفيديو من هنا، بقدر احطه مثلا شمال شوية، بقدر احرك مقطع الفيديو ده على التراك ده كده، بقدر امسك الفيديو ده كده اهو وابتدي اقص منه مثلا شوية من البداية وانزله تحت، يعني بعمل بيه شوية حاجات مهمة جدا. طبعا انا مش بقول ان الأداة دي مش مهمة، ولكن الناس بتستخدم الأداة دي وتنسى باقي الأدوات، مع انه باقي الأدوات في نفس أهمية الأداة اللي هي السيليكشن تول. طيب تعالوا نشوف مع بعض الأدوات دي بتعمل ايه. طبعا وبالأداة اللي هي السيليكشن تول كمان بقدر اعمل فيد ان وفيد اوت، وبقدر احط كي فريم، بقدر احرك الكي فريم، يعني في حاجات كتيرة جدا بعملها بالسيليكشن تول. طيب في بعد كده أداة عندي تاني من تحت كده، حاجة اسمها تراك سيلكت فورورد. الاداه دي اسمها تراك سيلكت فورورد، والاداه دي تحتيها ادوات تاني. اعرف منين ان تحتيها ادوات تاني؟ لو انا جيت وقفت يا شباب كده على الاداه دي او شفتها من بعيد كده، هلاقي فيه زي مثلث صغير مرسوم من تحت كده، معنى كده بيقول لك انه في ادوات تاني تحت الاداه دي. طب بجيبهم ازاي؟ لو انا دوست دوسه طويله كده بيظهر لي باقي الادوات اللي تحت الاداه اللي موجوده عندي او اللي انا دايس عليها. فعندي اول حاجه من فوق حاجه اسمها تراك سيلكت فورورد، والاختصار بتاعها دايما بنلاقيه بين قوسين، يعني الاختصار بتاعها هنا حرف الاي. وعندي كده بعد كده تراك سيلكت باكورد، وعندي هنا شيفت و اي. تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض الاداه دي مثلا بتعمل ايه. الاداه دي في ليها اهميه كبيره جدا جدا جدا. افرض انا دلوقتي وانا شغال نسيت احط مقطع هنا في النص مثلا، عايز مجموعه الفيديوهات دي كلها احركها ناحيه اليمين او ناحيه الشمال شويه بحيث ان انا احط مقطع هنا انا كنت ناسيه في النص، فهبتدي اختار الاداه الثانيه اللي هي التراك سيلكت فورورد وهدوس على الفيديو ده. فلما دوست على الفيديو ده عمل لي سيلكت على كل الفيديوهات اللي ورا، عمل لي كده يعني هو مش ورا، هو قدام كده، لانه طبعا السيكونس عندي بيمشي بالاتجاه دوت. فعندي كل الفيديوهات اللي قدام اتعمل عليها سيلكت، انا من اول الفيديو ده عملت سيلكت، فعمل لي سيلكت على كل الفيديوهات وكل التراكات، يعني لو في حاجات على التراكات اللي فوق كمان هتلاقوا انه معمول عليها سيلكت. وبعدين بمسك بعد كده الفيديو ده كده وبحركه، فبيتحرك كل التراكات وكل الفيديوهات مع بعض في الاتجاه ده. باجي بعد كده بالسيلكشن واجي اختار مثلا المقطع ده هنزله في النص هنا في الحته دي، وابتدي اختار بعد كده التراك سيلكت فورورد تاني، وهمسك مجموعه الفيديوهات دي وهرجعها مره تانيه بالشكل ده. طيب ايه اللي حصل دلوقتي يا شباب؟ اللي حصل ان انا كنت ناسي فيديو مثلا هحطه في النص هنا، فاخترت الاداه اللي هي التانيه اللي هي التراك سيلكت فورورد، وحركت كل الفيديوهات ناحيه اليمين، وبعد كده عشان اسيب مساحه طبعا فاضيه، وبعد كده ضفت الفيديو اللي انا عايزه. فده طبعا ميزه مهمه جدا للاداه دي. طيب افرض انا يا شباب دلوقتي مش عايز احرك التراكات كلها، افرض انا عايز احرك التراك ده بس، تراك رقم واحد، مش عايز احرك التراكات اللي فوق اللي هي 2 و3 و4 وهكذا. بدوس على شيفت في الكيبورد فبيظهر لي سهم واحد بس، ببتدي اعمل سيلكت على التراك ده كده، وابتدي اعمل سيلكت بالماوس وابتدي احرك التراك ده بس كده، فالتراك ده بس هو اللي بيتحرك معايا. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين مرسوم سهمين سهمين، يعني كل التراكات مع بعض لما بدوس شيفت بيبقى سهم واحد. واحط طبعا الفيديو اللي انا عايزه، وبعد كده بدوس على مجموعه الفيديوهات دي تاني وبرجعها مكانها مره تاني بالشكل ده. طبعا دي أداة مهمة جدا وبستخدمها كتير جدا في الشغل بتاعي، لأن الأداة دي ليها أهمية كبيرة خالص. طيب تعال نشوف مع بعض الأداة اللي تحتيها. الأداة اللي تحتيها نفس الفكرة ولكن باكورد. يعني ايه باكورد؟ يعني هختار من أول الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي قبله، بدل ما بيختار من أول الفيديو ده والفيديوهات اللي بعديه، لا هختار من هنا كده الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي قبل الفيديو ده. طيب تعال نشوف مع بعض كده ايه الفكره. يعني لو دوست على الفيديو ده عمل لي سيلكت على ده وعمل لي على كل الفيديوهات اللي كانت قبله، وابتدي ان انا اخده كده واحركه في اي اتجاه انا عايزه، فحرك لي كل الفيديوهات مع بعض، او ارجعها تاني بالشكل ده وابتدي احطها مكانها. طبعا لو انا مصغر السيكونس كده هقدر اخد الفيديوهات دي كلها احطها مثلا بعيد، واحط الفيديوهات اللي انا عايزها هنا، وبعد كده بمسك مجموعه الفيديوهات دي كده. طبعا لما مسكت مجموعه الفيديوهات يا شباب هنا مسكت لي الفيديوهات دي كلها مع الفيديوهات اللي قدامها بالشكل ده. خلاص يبقى انا لما اجي اعمل سيلكت على الفيديوهات دي، طبعا انا رجعتها هنا، لكن لما اجي اعمل عليها سيلكت تاني عمل لي سيلكت على دول وعمل لي سيلكت على مجموعه الفيديوهات كلها. فهاجي هنا كده هضطر ان انا هبتدي اعمل سيلكت بايدي بالشكل ده وابتدي ان انا ارجعهم تاني.
او لو لسه معمول عليهم سيلكت ببتدي احركهم على طول في مكانهم مفيش اي مشكله خالص. طيب تعالوا نكبر مع بعض السيكونس ونشوف بعد كده الاداه اللي بعد كده بتعمل ايه. الاداه اللي بعد كده حاجه اسمها ريبل ايديت تول. يعني ايه ريبل ايديت تول؟ هعملها بالسيلكشن تول وهفهمها لكم بعد كده ببساطه جدا. الريبل ايديت تول اللي بتعمل ايه؟ ببتدي امسح، لو انا عايز امسح جزء من الفيديو ده مثلا فببتدي امسح جزء من الفيديو ده. طب لما مسحت جزء من الفيديو ده سبت مساحه فاضيه هنا في الحته دي، فهضطر ان انا ادوس كده اهو بالماوس وابتدي ادوس على ديليت علشان امسح المسافه الفاضيه او المساحه الفاضيه اللي بين الفيديوهات دي. يعني لما اجي اقصر من هنا بيسيب لي مساحه فاضيه او جاب هنا بالمنظر ده، فببتدي ان انا اعمل كده وادوس ديليت، ابتدي اعمل كده وادوس ديليت. لكن الريبل ايديت تول بتعمل الحركه دي على طول من غير الخطوتين اللي انا عملتهم. ازاي؟ يعني انا دلوقتي عايز اقصر من المقطع ده، عايز اقصر شويه من المقطع ده، فببتدي اقصر كده اهو، قصر لي من المقطع ده وزقل لي او زحزح لي باقي الفيديوهات عليه من غير ما امسح الجاب اللي كانت موجوده، هو مسحها لي اوتوماتيك لوحده. يبقى الريبل ايديت تول بتعمل ايه يا شباب تاني؟ بتقصر من الفيديو ده مثلا كده اهو شويه وبتشيل المساحه الفاضيه اللي بين الفيديوهات، بتجر كل الفيديوهات اللي بعده ناحيه الفيديو الاولاني. تمام؟ طيب عندي بعد كده الاداه اللي بعد كده حاجه اسمها الرولينج ايديت تول، ودي بتعمل ايه يا شباب؟ طبعا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الريبل ايديت تول مش بس بتشيل لكن بتزود. يعني انا لو عايز ازود مقطع من المشهد ده مثلا فابتدي ازود كده اهو، فبيزق لي الفيديوهات ناحيه اليمين بالمنظر ده اهو، من غير ما يبقى فيه اي مشاكل ومن غير ما ادخل على الفيديو الثاني، لانه لو انا عملت الحركه دي بالسلكشن هيبتدي يزود من هنا اه، بس هياكل من الفيديو اللي بعده. لكن في الريبل ايديت تول بعمل ايه؟ بزق الفيديوهات كاني بزق الفيديوهات، يعني كاني بعمل كده اهو، كاني بزق الفيديوهات دي هنا كده وبروح ازود المقطع ده بالشكل ده، بزوده كده. تمام؟ طبعا لسه في جاب فببتدي امسح الجاب. طبعا كل الخطوات دي بيختصرها لي هو في خطوه واحده عن طريق الريبل ايديت تول. طيب تعال نشوف مع بعض بعد كده حاجه اسمها الرولينج ايديت تول بتعمل ايه دي. لو جيت ما بين مقطعين زي كده اهو، عايز اقلل من المقطع ده وازود من المقطع ده، همسك كده بالرولينج ايديت تول وهبتدي امشي كده اهو. كده هو بيعمل ايه يا شباب؟ هو بيقلل من هنا وبيزود من هنا، ولو مشيت العكس يبقى انا بقلل من هنا وبزود من هنا، يبقى انا بقلل من فيديو على حساب الفيديو التاني، بقلل من واحد وازود من التاني. طبعا دي الرولينج ايديت تول، خلاص مفيش فيها اي مشكلة خالص. طيب تعال نشوف مع بعض بعد كده يا شباب في اداة بعد كده اسمها، طبعا انا هختار السيليكشن هنا عشان اختار المقطع اللي احنا عايزين ننفذ عليه. طبعا ده مقطع فيه عربيات وموتوسيكلات وحاجات ماشية زي كده، فانا هاخده بعيد شوية واقول لكم الاداة دي بتعمل ايه. عندي الاداة التالتة حاجة اسمها ريت ستريتش، ومن اسمها كده ستريتش يا شباب معناها انه بيشد او بيمط. فلو جيت على المقطع ده كده اهو ودوست بلاي، المقطع بيشتغل عادي جدا. طب افرض انا عايز المقطع بتاعي يبقى بطيء، هبتدي بالريت ستريتش دي وابتدي اشد المقطع بتاعي بالمنظر ده، انا كده ببطئ المقطع بتاعي اهو. بصوا كده يا شباب، بس طبعا قطع لانه انا شديته جامد جدا، شديته جامد جدا، خليته 38%. طيب هبتدي ان انا يعني ازود شويه. طبعا هنا على حسب عدد الفريمات اللي احنا مصورينها يا شباب، كل ما كانت عدد الفريمات كتيره في التصوير كل ما المقطع هيبقى سموث اكتر او مش هيبقى بيقطع. يعني المقطع ده ممكن يكون متصور مثلا 25 فريم، لو انا صورت 60 فريم او 120 فريم هتلاقوا ان المقطع ابطئه بزياده جدا فمش هيقطع معايا زي ما حصل دلوقتي. تعال نشوف كده، لو انا دوست بلاي كده المقطع بقي بطيء اهو، شايفين يا شباب اهو المقطع بقي بطيء عندي. لو عايز اسرع شوية كمان هبتدي اعمل كده فهيبتدي يسرع سنة، ولكن مازال لسه بطيء زي ما طبعا. ولو هنا عملت الكواليتي بتاعتي فل هتلاقوا المقطع شغال اهو عادي جدا ولكن بطيء عن الاول. طب لو انا عايز اسرع يا شباب المقطع بتاعي فابتدي ادوس عليه كده وابتدي اسرعه بالشكل دوت واشوف ايه اللي هيحصل. بصوا كده يا شباب المقطع بتاعي بأسرع من الطبيعي، واقدر طبعا اسرعه زي ما انا عايز او ابطئه زي ما انا عايز. لو شديته وعملت له ستريتش كده بيبطا، ولو قربته من بعضيه طبعا هيسرعه. طبعا اي مشهد عايزين نعمله سلو موشن بنعمله بالشكل ده. طيب تعال نشوف بعد كده الاداه اللي بعد كده اللي هي الريزور تول، ودي بتعمل ايه؟ طبعا الاختصار بتاعها سي. لو انا عايز اقص مقطع من النص هنا كده فبقف هنا، يعني انا عايز اقطع مشهد زي كده في النص، طبعا الاداه اللي هي السلكشن دي ببتدي اقطع من الجناب، يعني بشيل هنا فريمات من اليمين وبشيل فريمات من الشمال. ولكن لو عايز اقص من النص ببتدي اختار الرزر وابتدي ادوس عليها بالمنظر ده كده، دوست على المقطع فاتقطع نصين
طيب هستفاد ايه انا من القطع اللي هو نصين ده؟ هبتدي اختار السليكشن وابتدي اعمل سيليكت على المقطع ده وادوس ديليت. انا عايز اقطع المقطع ده من النص، مش عايز الجزء الزياده اللي فيه ده، بدل ما اجيبه من البدايه وابتدي اقصر ومش عارف ايه، لا انا عايز اقطعه من النص. ومش معنى يا شباب انه اتقطع من النص يبقى المشهد ده ما بقيش موجود عندي، لا هو موجود لو انا مسكته من هنا كده بالسليكشن وشديته رجع تاني. طيب برضو فايدة الرازور تول لو انا عايز اشيل حتة في النص بالظبط، يعني عايز اشيل من اول هنا لغاية هنا مثلا، فببتدي اقطع حتة في النص كده بالشكل ده وادوس عليها ديليت وابتدي امسح الجاب اللي بينهم بالشكل ده. انا شلت حتة من النص اهو، شلت حتة من النص في المقطع ده. لو مشيت كده هنلاقي ان في حتة زي جامب كات كده حصلت لان انا قطعت المشهد من النص. هتبان اكتر لو احنا عندنا مشهد زي كده مثلا، اهو شايفين كده هنا كده في المشهد ده كده اهو، ممكن تبان لو في كرة بتترمي. لا مفيش حاجة بتترمي، هتبان في الحاجات اللي فيها حركة اكتر، يعني لو في حاجات فيها حركة اكتر هيبان ان انا قطعت فعلا في النص. طيب الاداة اللي بعد كده اداة برضو مهمة جدا 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 وفي ناس بتتلخبط فيها شوية، حاجة اسمها سليب تول. السليب تول طيب دي بتعمل ايه بقى؟ انا يا شباب متعود ان انا مثلا لو انا واخد المقطع ده هنا كده، انا واخد منه حاجة اسمها ان واوت. يعني ايه ان واوت؟ يعني انا واخد من بداية هنا لغاية هنا. يعني انا لما باجي اقص مقطع على الشاشة بتاعت السورس مثلا، هبتدي احط المقطع بتاعي بالمنظر ده واخد الجزء اللي انا عايزه بس. فببتدي مثلا من اول هنا عايز اخد الجزء ده، فببتدي ادوس على حرف الاي في الكيبورد اهو، او عن طريق الاسهم اللي موجوده تحت في الشاشه، وابتدي امشي شويه لغايه هنا كده وادوس او، فبياخد لي حاجه اسمها ان واوت، الان والاوت بتاعتي. طيب انا المقطع ده واخد ان واوت من الحته دي. السليب تول بقى بتعمل ايه يا شباب؟ تعالوا نشوف مع بعض. لو انا مسكت المشهد ده كده من النص ورحت حركته كده شويه اهو، هيبتدي الان والاوت بتاعتي تتحرك الناحيه العكسيه. يعني انا لو مشيت شمال هي هتتحرك يمين، ولو انا مشيت يمين هتتحرك هي شمال. ده معناه ايه يا شباب؟ معناه انه بيغير لي الان والاوت اللي انا واخدها. بدل ما انا هاخد بدايه من الحته دي للحته دي، خد لي من حته تاني مختلفه ولكن في نفس الديوريشن او في نفس المده الزمنيه اللي موجود عندها الفيديو. طيب ممكن نشرح بالتفصيل اكتر شويه لو في حركه مثلا، لو في حاجه باينه اكتر. احنا هنا مثلا انا لو جيت هنا قصيت شويه من البدايه من اول هنا وقصيت شويه من هنا، عشان نفهم مع بعض يا شباب، الديوريشن هيفضل زي ما هو، الديوريشن اللي هو المده الزمنيه بتاعه الفيديو ده. تمام تعالوا نشوف احنا واخدين من اول فين. واخدين خلي بالكم من البدايه، البدايه كانت الشجره دي موجوده في الجنب هنا اهو، البدايه دي البدايه بتاعتي. هدوس عليه 2 كليك كده عشان اشوف انا عندي الان والاوت بتاعتي هنا في الحته دي. فلما اختار كده السليب تول وابتدي احرك كده اهو، بصوا يا شباب انا كده غيرت الان. طبعا الشاشتين اللي بيظهروا قدامي وانا دايس دول، الشاشه الاولانيه اللي هي ناحيه الشمال دي مع الان، والشاشه الثانيه اللي هي ناحيه اليمين دي مع الاوت. فلو جيت هنا حركت كده اهو، يبقى انا خدت ان اهو، بص الان هنا اختلف، بدل ما الشجره كانت هي البدايه بتاعه المشهد، الشجره عدت خلاص، المشهد بتاع الشجره عدى واخد البدايه بتاع المشهد من الشخصين دول وهما ماشيين على طول اهو. لو انا عايز ارجع الشجره تاني ببتدي اعمل العكس اهو، برجع عندي، يبقى انا هاخد ان من اول هنا، يبقى انا عندي الان بقيت من اول هنا والاوت اختلفت معاها. اتمنى نكون فهمناها، طبعا دي في ناس كتيره جدا بتتلخبط فيها يا شباب. طبعا هو بيغير لي الان والاوت، ودي ليها فايده مهمه انه ما بيغيرش الديوريشن بتاع الفيديو. يعني لو انا عندي في فيديو ناحيه اليمين وناحيه الشمال بالمنظر ده، مش هيتغيروا ومش هيحصل فيهم اي حاجه، ولكن الفيديو ده بيتغير في مكان الان والاوت اللي انا واخده. طبعا دي السليب تول. بعد كده عندي اداه تاني اسمها سلايد تول، ودي بتعمل ايه يا شباب؟ دي لو نفتكر مع بعض الرولينج تول اللي هي الاداه التانيه دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشيل من واحد وبتزود التاني. لكن بقى الاداه دي اللي هي السلايد تول اللي بتعمل ايه بقى؟ هاخد المقطع اللي في النص ده، ده مقطع في النص اهو، همسكه، المقطع اللي في النص هيفضل زي ما هو، ولكن المقطع اللي قبليه هيقل او هيقصر، والمقطع اللي بعديه هيطول. المقطع اللي في النص بيفضل زي ما هو، وانا لو مشيت كده اهو يبقى انا بقصر من هنا وبزود من هنا، والمقطع اللي في النص فضل زي ما هو. طبعا كل ده بيعتمد يا شباب ان احنا بنكون حاطين عندنا قطعين من الفيديو، لكن لو فيديو كامل زي كده عندي بدايه ونهايه ليه، مش هقدر ان انا احرك. بصوا يا شباب لو جيت احرك كده ليه؟ لانه الفيديو ده في بدايته وفي نهايته، مش مقصوص منه. لكن يحصل كده امتى؟ لما اكون قاصص من الفيديو. بصوا كده لما اجي اقص من الفيديو ده، هقص منه جزء كده، وهقص كمان من الفيديو ده جزء، وهقص من الفيديو ده كده جزء،
وهاجي احطهم جنب بعض كده، هقدر احرك عن طريق السلايد تول اهو. لو انا مسكت كده بيتحرك يمين وبيتحرك شمال اهو، بيتحرك يمين وبيتحرك شمال، فبيعتمد على الفيديوهات اللي قبليه واللي بعديه وهو نفسه. تمام، يبقى انا دلوقتي همسك تاني، هنكررها تاني اهو، همسك الفيديو اللي في النص هيفضل زي ما هو، ولكن اللي قبليه هيقصر واللي بعديه هيطول، ودي الاداه اللي هي السلايد تول. طيب نيجي بعد كده يا شباب للبين تول، والبين تول كلنا عارفين ممكن يكون معظمنا عارف ان هي بنستخدمها مثلا لما نيجي نعمل فيد ان وفيد اوت. بنعمل فيد ان وفيد اوت ازاي؟ هاجي ادوس على المقطع ده مثلا، طبعا لازم اكون عامل هنا كده شو فيديو كي فريم، لما اجي اختار في السيتنج حاجه اسمها شو فيديو كي فريم كده اهو، فظهر لي الكي فريم، فهبتدي بالبين طبعا، وابتدي اختار هنا نقطه وهنا نقطه، وابتدي انزل النقطه دي، فعمل لي حاجه اسمها فيد اوت بالمنظر ده، يعني الشاشه ابتدت تظلم عندي اهي اهي، فعمل عندي فيد ان او سوري فيد اوت هنا كده. لو عايز اعمل فيد ان طبعا بعمل العكس، يعني المقطع زي كده عايز اعمل فيه فيد ان، فببتدي اعمل كده اهو وابتدي انزل، طبعا المقطع بتاعي هيبتدي ضلمه وهيبتدي يفتح سنه سنه. كمان ليها ميزه تاني، ان انا لو عايز امسح الاثنين كي فريم مع بعض باجي في حته فاضيه واعمل سيلكت كده اهو بالمنظر ده كده، وابتدي اعمل سيلكت على الاثنين كي فريم وادوس ديليت فاتمسحوا هما الاثنين، وبنفس الكلام هنا هاجي اعمل سيلكت كده على الاثنين مع بعض، سوري اهو هاجي اعمل سيلكت على الاثنين مع بعض وهمسح فاتمسحوا الاثنين مع بعض من غير اي مشكله. كمان ليه فايده تاني، ان انا اقدر ارسم بيه اي حاجه على الشاشه، اي شيب عندي ممكن ارسمها على الشاشه، يعني ممكن ارسم كده حاجه بالشكل ده اهو، اي منظر عايزين نرسمه على الشاشه طبعا فري، اقدر اعمل اللي انا عايزه فيه اهو، بقدر ارسم اي حاجه على الشاشه اهو، بقدر ارسم اي شيب عندي. تمام، دي فايدة البين تول. وطبعا الشيب اللي انا رسمتها دي طبعا انا رسمت كده حاجة اي كلام، ولكن احنا ممكن نعمل بيها اشكال كتيرة جدا، وحاجات زي مثلا اللور ثيرد يظهر عليه الاسماء او التليفونات او الحاجات دي كلها، نقدر نرسم او نقدر نغطي وش واحد مثلا بالشيب دي، او نقدر نعمل بيه حاجات كتيرة جدا. طبعا هو هنا حطولي في تراك مختلف عشان اقدر اتحكم فيه هو لوحده. همسح اللي انا عملته دلوقتي. بعد كده الاداة اللي بعد كده حاجة اسمها ريكتانجل تول، ودي بيرسم لي عبارة عن مربع او مثلث زي ما انت عايز، ممكن ارسم مربع او مثلث او مستطيل او سوري مربع او مستطيل مش مثلث، مربع او مستطيل بالشكل دوت، واقدر ان انا اختاره عن طريق السليكشن تول كده وانزله، بحيث ان انا اقدر اكتب عليه اي حاجة مثلا، او احط لوجو او اعمل اي حاجة، وبرده حطه لي هنا كده في تراك لوحده عشان اقدر اتحكم فيه. بعد كده الاداه اللي طبعا الحاجات دي سهله جدا وليها استخدامات، طبعا الاستخدام يعني من ضمن استخدامات الريكتانجل مثلا، ان انا ممكن اعمل بيه فكره تتر النهايه. ازاي يعني؟ انا لو مختار كده ريكتانجل، لو بنشوف يا شباب في المسلسلات او في الافلام بنلاقي انه التتر كده معمول على شريط هنا كده في الجنب، والاسماء بتبتدي تطلع عليه بالمنظر ده، ولو شريط عندي لسه مش مغطي الجزء اللي فوق بختار السليكشن وبيجي هنا يعمل لي سيلكت عليه، وبقدر ان انا اسحبه فوق كده عشان اغطي بيه الجزء ده. طبعا بقدر ان انا اكبره او اصغره بالمنظر ده، يعني بقدر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا ممكن اخلي الاوباسيتي بتاعه يقل بالمنظر ده، فهيبقى اللي وراه باين او شفاف، واقدر اوسعه كده واقدر اطلع عليه الاسماء زي ما انا عايز، كانه تتر في النهايه عادي جدا. طبعا ممكن نشرح بعد كده ازاي ممكن نغير الالوان بتاعته، وازاي ممكن نعدل عليه، وازاي نكتب الكتابه والكتابه تطلع عليه بالظبط. فدي برضو من فوائد الريكتانجل. طيب تعالوا نشوف بعد كده الاداه اللي بعد كده، حاجه اسمها الليبس تول، ودي بيعمل لي برضو عباره عن شيب ولكن دايره، فاقدر اعمل بيها برضو اشكال، واقدر اعمل بيها حاجات كتيره جدا تفيدني في المونتاج. يبقى عندي كده وصلنا هنا لغايه الليبس تول. بعد كده الادوات الثانيه او الباقيه ما سهله جدا، الهاند تول مثلا للماوس بتاع ابل او الماجيك ماوس، بقدر ان انا امشي بيه كده يمين وشمال عشان اقدر اشوف السيكونس كله، ولكن اللي ما عندوش ماجيك ماوس او بيشتغل بكمبيوتر بي سي عادي بختار الهاند تول كده، واقدر امسك السيكونس بتاع او التايم لاين واشوف كل الداتا اللي عليه بالمنظر ده، يعني اقدر احركه كده عشان اشوف كل الداتا اللي عليه. ودي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا لو مسكت مثلا الجزء ده مش هحرك اي حاجه من مكانها، انا مجرد بمسك السيكونس كاني بمسكه بايدي كده وبحركه ناحيه اليمين وناحيه الشمال عشان اقدر اشوف كل الداتا اللي موجوده عليه. بعد كده عندي اداه تاني اسمها الزوم تول، والزوم دي انا بعملها بالكيبورد عن طريق بلس او زائد وماينس او ناقص، يعني انا بعمل كده اهو او بعمل كده اهو، او بختار الاداه دي اللي هي البلس مرسوم هنا بلس، فاقدر ان انا اكبر السيكونس كده، ولو دوست على الت وعملت كده انا كده بصغر السيكونس، يبقى انا لو دوست عادي بكبر، ولو دوست الت في الكيبورد ودوست بالماوس بصغر تاني السيكونس عندي.
وطبعا بعد كده الاداه اللي بعد كده اللي هي التايب، وببتدي اختارها بالمنظر دوت، واقدر ان انا اكتب على اي جزء في الشاشه. مثلا هكتب هنا كده بيتر اهو، بس طبعا بياخد شويه وقت في البدايه، يعني نستنى عليه شويه. الكتابه طبعا بتبقى تقيله، اي حاجه فيها جرافيك يا شباب بنعملها في المونتاج عندنا بتاخد وقت شويه، ولكن بتاخد وقت في البدايه بس، وبعد كده الموضوع بيبقى بسيط وسهل جدا معانا. فهو طبعا لسه بيحمل الداتا وبياخد وقت شويه. اهو كتب لي بيتر، وابتدي ادوس سبيس مثلا واكتب شكري اهو بيتر شكري، واقدر ان انا اخد بالسليكشن تول الاداه دي او الكلمه دي واقدر احطها في اي مكان. طبعا لو انا رسم تشيب هنا ممكن احطها على التشيب دي، وطبعا هو برضو حطها لي على تراك مختلف علشان اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. اتمنى يا شباب ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا ريت يا شباب ما ننساش نشترك في القناه ونفعل زرار الجرس علشان يوصلنا كل جديد، لان دعمكم مهم جدا ليا. ولو عندكم سؤال او استفسار اتمنى ان انتوا تكتبوه في الكومنت تحت. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم في درس جديد من دروس برنامج ادوبي بريمير برو سي سي.